السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترمين اليوتيوب. سمعنا وحفظنا من صغرنا الهدوء اللي بيسبق العواصف، يمكن بالأمس القريب ومن ساعات احنا اعلنا ان احنا التزمنا الصمت عن قضية داليا الحوشي ونورهان، وقلنا ان احنا مش هنظهر تاني يا سادة الا يوم جلسة 18/2، يوم الحكم بتاع قضية نورهان خليل او النقض في الحكم. لكن بعدها بدقائق بعد ما طلعنا لحضراتكم بفيديوهات كتيرة قوي وقطعنا اوراق القضية، ظهر بعدها بدقائق انقلابات في القضية ولكل حدث حديث. يعني ايه؟ يعني رجعنا القضية بنقول لحضراتكم احنا الجديد اللي ظهر على السوشيال ميديا، وبنشكر كل الحبايب واستجابة لكل الاخوات اللي تواصلوا معانا على الواتس. يا استاذ مجدي عاوزين نعرف تفاصيل القضية، ايه الجديد وانسحاب المستشار محمد صفا من القضية، ويمكن الناس كلها بدأت تقول ان خليل باع القضية. اخبار كتيرة جدا انتشرت على السوشيال ميديا، واحنا ان شاء الله ببس النهاردة اكيد اكيد هنلملم جميع التفاصيل. يمكن الناس بدأت تتكلم وتقول كلام هايد الفضالي طلع صحيح، ان خليل عملها توكيل وبيعمل انه مش عارف مكان الغائه، وده اللي واضح ان خليل يمكن صامت وبيلعب بالشوكة والسكين. يا عم خليل انت طالع دلوقتي تعمل ايه؟ ولا خليل قال ان القضية انتهت منذ ان اسدل الستار عن تحويل اوراق نورهان لفضيلة المفتي، يبقى التوكيل لمحامي الاخير ملهوش اي اهمية، لانه خلاص قضية حسين انقضت. قضية حسين تم ايداعه بادار الاحداث بعين شمس، يبقى هنا التوكيل من وجهة نظر عم خليل مغزاه ايه؟ لما نيجي نمشي خطوة خطوة كده، وزي ما خليل بيلعب بالشوكة والسكين، ان محمد صفا المحامي الموكل من قبل خليل في قضية داليا الحوشي، ان القضية بتاعت نورهان اتحولت للجنايات، وهنا اسدل الستار بتحويلها اوراق القضية لفضيلة المفتي، ولم يبقى منها غير تقديم النظر في النقض في الحكم من قبل هايدي الفضالي. بس لو حضراتكم تفتكروا ان هايدي الفضالي طلعت وقالت ان خليل غرر بيه، ان خليل انضحك عليه، ان خليل كان موكل المستشار محمد صفا في قضية الطفل حسين علشان يقدر انه يجيب له حقه، علشان يقدر انه يثبت امام المحكمة ان حسين عمره اكبر من سنه. هل لما فشل ان تحديد او قضية نسب حسين هنا يبقى خلاص عم خليل يقول لمحمد صفا مع السلامة، ولا القضية لسه شغالة؟ عموما ان الغاء توكيل خليل للمستشار محمد صفا تحت خطوط كتيرة جدا وحواليه علامات استفهام، لان هنا الكل ما يثقش او يعتقد ان ممكن قرار النقض في الحكم يترفض. ليه؟ لان هايدي الفضالي معاه دفوع. نورهان هي هايدي الفضالي شايفاها انها كانت محرضه في الجريمه، وكلام المستشار عبد الله البلتاجي وتوضيح نقط كتيره جدا 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 في القضيه اثار تساؤلات على السوشيال ميديا. القضيه اتقلبت؟ ايوه اتقلبت. احنا قلنا في الاوراق كل حاجه، وقلنا التحقيقات والطب الشرعي والصفه التشريعيه والاعترافات والاقوال، لكن يمكن بعد ما انتهت القضية من على السوشيال ميديا طلع عم خليل بإلغاء التوكيل. هل في سمة يمكن ضغائن؟ هل في سمة حوار؟ هل في سمة اتفاقات جديدة وأخبار جديدة ما بين هايدي الفضالي وخليل؟ وإحنا سمعنا طبعا على لسان المستشار جمعة محمد ان في مبالغ مالية وفي اتفاقات من تحت الترابيزة. الكلام ده مش هنقدر ننساه، ان الاستاذ جمعة محمد علي قال كلام وهيجي وقته في الايام الجاية. ايه سبب الغاء توكيل المستشار محمد صفا من قبل خليل والقضية لسه شغالة؟ القضية ما انتهتش، لان ممكن يتم قبول مذكرة النقض وتعاد المحاكمة مرة أخرى. طب فين محامي داليا الحوشي؟ عشان الناس بس ما تحطش في دماغها إن إلغاء توكيل لمحمد صفا كان مندرج تحت إن القضية خلصت، لأن ربنا سبحانه وتعالى العلم عنده، ربنا سبحانه وتعالى هو علام الغيوب. ما يمكن
قضية نورهان يتقبل فيها النقد. طب في الحالة دي خليل ما حسبهاش ان لو اتقبل النقد بتاع نورهان هيعاد المحاكمة، ومين هيكون في الوقت ده المحامي؟ هل هيد الفضالي هتكون المحامي للطرفين ولا ايه؟ ما احناش عارفين. اخبار كتيرة جدا، الناس بدأت متحيرة، وبعد ما الناس يمكن بعد ما سحبت ايديها من القضية ظهور خليل ولعبه بالشوكة والسكين في القضية هيصير اختلافات كتيرة جدا. الناس اللي تواصلت معانا على الواتس ولازم ترجع للقضية تانية والسماك دي، احنا مش انسحبنا من القضية بشكل كامل، احنا قلنا انسحبنا من القضية كان صمت عن الحديث في الاوراق اللي سبقت، لان الاوراق ويمكن العلاقات الغير شرعية والعلاقات المحرمة لنورهان احنا ما حبناش ان احنا نخوض في الاعراض، وكمان الحاجات دي الخوض في الاعراض وانها كانت مرتبطة بفلان وفلان وفلان وحتة فض غشاء البقارة والحاجات دي كلها ليس لها صلة من قريب أو من بعيد بالقضية. القضية جناية قتل، جناية قتل، مش ارتكاب فعل فاضح، مش ارتكاب رذيلة، مش الحاجات دي كلها. احنا بنتكلم في نقطة واحدة ومضمون واحد، واحد بنت قتلت أمها، ده اللي كنا بنتكلم فيه. لكن يمكن في الآونة الأخيرة بدأنا ننجرف ولساننا كان هيزلف، وكنا هننجرف بأقدامنا وبعقولنا ان احنا نتكلم في أعراض وحاجات كتير جدا. لكن انسحاب أو إلغاء توكيل، يعني هو انسحاب المستشار محمد صفا من القضية جه يمكن تابع لإلغاء توكيل خليل. ما الحاج خليل يا جماعة بيعرف يلغي توكيلاته أول. الحاج خليل عرف المكان اللي عمل فيه توكيل للمستشار محمد صفا، يبقى بالتالي كان عارف المكان اللي عمل فيه توكيل للمستشارة هايدي الفضالي. دماغ عم خليل فيها إيه؟ أكيد مش هنسيب القضية، أكيد هنتكلم في جميع التفاصيل. انتظرونا بس النهاردة الساعة 9 وجميع الماتيريال وجميع الأخبار، وزي ما احنا بنقول هننقل لحضراتكم التفاصيل من البداية للنهاية في حوالين ظهور خليل وسحب التوكيل من المستشار محمد صفا، وكده النوايا بدأت تبان، ويا ترى العلاقة اللي بتربط خليل بالمستشارة هايدي الفضالي كانت علاقة طردية ولا علاقة يمكن متماسكة مع بعضها وفي تخطيطات من تحت الترابيزة. واختفائه على السوشيال ميديا من يوم ظهور القضية كان بيثير بعض التساؤلات الكتيرة قوي. المفروض النهاردة أي حد بيكون عنده نفس الموقف بيطلع وبيواجه الناس وبيعرف وبيثبت نزاهة زوجته المرحومة داليا، لأن في كلام هنسمع كلام اليومين الجايين يمكن هيزعل البعض، لكن احنا زي ما بنقول الهدوء اللي بيسبق العواصف. هل كان هدوء خليل الفترة اللي فاتت دي كلها بيسبق عاصفة إلغاء توكيل محمد صفا؟ وده اللي كان بيأكد لنا على كلام المستشارة هايدي الفضالي. يعني هايدي الفضالي كلام هتحقق النهاردة ان خليل كان موكل المستشار محمد صفا بس في قضية حسين وليست قضية داليا الحوشي. يا ترى يا خليل انت في دماغك فيها ايه؟ الناس كلها بتتسأل وبتتكلم ليه عمل الحاجة دي في الوقت ده بالظبط. فأكيد التفاصيل دي كلها هنقولها مع حضراتكم في بس النهاردة، وهنشوف وهنقترح وهنحلل كمان بحيادية وبأسلوب أدبي ليه خليل باع القضية.